الامتحان، ما بيصدقوا ان الجرس يرن وعايزين يلموا الورق مننا وخلاص. انا كان في سؤالين المفروض كنت عايزه اركز ان انا احلهم والجرس لسه ما رنش وهم واقفين عمالين يشدوا في الورق. كان في اسئله صعبه وكان في اسئله سهله، بس هو السهل الممتنع كان كتير قوي على الآلة بيتحل. لا بس هو كان في تكات بس هو سهل بصراحه. لا الامتحان كان حلو بقى، كان لذيذ. الامتحان كالكولس وخدت تكات. ايه اخبار الامتحان؟ الامتحان كان كويس، هو كان فيه بس سؤالين ثلاثه تقريبا بس هو مجمل عادي مش اي حاجه. الامتحان كان حلو جدا وكانت الاسئله بتاعته مباشره، ما كانش حاجه صعبه، يعني كان في الفئه الحلوه جدا والله. هو برضه الامتحان كان عايز وقت. الحمد لله والله، خلاص كده سؤالين بس والباقي كله كان سهل.